الجديد. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا هذه الليلة. مرحبا. مرحبا لك أستاذ سماح ولضيوفك الكرام. مرحبا بك أستاذ إبراهيم الضاوي. لو نوصف ما يحصل خلال 48 ساعة الأخيرة في جنوب لبنان، وخاصة نحب نتحدث معك أستاذ إبراهيم الضاوي على مدى تفاعل اللبنانيين اليوم ولحمة اللبنانيين، هذا الشعب المقاوم، هذا الشعب الحديدي أمام هذا القصف الجائر والعشوائي. بالفعل إذا أردنا أن نلخص ما جرى من أحداث كارثية إذا صح القول في الجنوب اللبناني وفي لبنان عموما، لأن القصف الإسرائيلي لم يطاول فقط الجنوب اللبناني، إنما طالت الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف البقاع الغربي والبقاع الأوسط، وبالإضافة أيضا إلى مدينة بعلبك بأحزمة نارية مكثفة. إذا أردنا أن نلخص ما جرى في 48 ساعة الأخيرة بشكل ملخص، هي أحزمة نارية مكثفة تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية مستهدفة بعدد كبير من القرى في جنوبي لبنان، موقعة عدد كبير أيضا من الجرحى المدنيين وأيضا من الشهداء المدنيين. اليوم على سبيل المثال حصلت مجزرتين في مدينة النبطية. الاستهداف الأول أسفر عن سقوط شهيد وأكثر من 6 جرحى، والاستهداف الثاني أسفر عن سقوط 5 شهداء من عائلة واحدة وأكثر من 10 جرحى. هذين الاستهدافين هما الأخيرين في مدينة النبطية، لكن أتكلم عن أحزمة نارية مكثفة بدأتها الطائرات الحربية منذ ساعات الظهيرة مستهدفة سلسلة من المناطق في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مناطق بعلبك ومناطق البقاع بغارات عنيفة جدا وتدمير للمباني السكنية المأهولة وتدمير هذه المباني على رؤوس ساكنيها سماح. بحسب إحصائية وزارة الصحة اللبنانية التي أعلنها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني الذي قال أن أكثر من 500 شهيد و2000 جريح في تحديث لحصيلة العدوان الإسرائيلي المتمادي على الجنوب والبقاع وبعلبك، وبالتالي نتكلم عن أرقام كبيرة جدا في يومين فقط. في 48 ساعة سقط أو ارتقى أكثر من 500 شهيد و2000 جريح. هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى وصلوا إلى مستشفيات الجنوب اللبناني ومستشفيات البقاع، وهنا اسمح لي فقط أن أشير إلى أن هذه المستشفيات تتخوف من تزايد هذه الأعداد، لأنه الآن المستشفيات تستطيع تلبية أعداد الجرحى والشهداء، لكن هذه المستشفيات لا أسرة كافية، لا أجهزة تكفي لعلاج الجرحى، وأيضا لا مواد أولية أو مستلزمات طبية كافية لعلاج الجرحى، وبالتالي هناك تخوف شديد في هذه المستشفيات من أن تتوسع الحرب أو أن تتوسع وتيرة المعارك بين المقاومة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إذا توسعت هذه المعركة هناك مخاوف من أن لا تستطيع هذه المستشفيات تلبية المواطنين ومساعدة المواطنين وعلاج الجرحى والشهداء. يصل يوميا ما يزيد عن 100 جريح إلى مستشفيات المناطق في جنوب لبنان، يصلون في ساعات قليلة، وبالتالي نتحدث عن ضغط كبير تعيشه الأطقم الصحية والتمريضية في هذه المستشفيات، وبالتالي عن صعوبات كبيرة يعاني منها الكادر الطبي في هذه المستشفيات. هذا في الجنوب اللبناني. أيضا اسمح لي أن أشير إلى عدوان حصل اليوم في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وكان هذا العدوان استهدف مبنى سكني، شقق سكنية في مبنى مؤلف من عدة طبقات في الضاحية الجنوبية، تحديدا في بلدة الغبيري أو في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. إسرائيل تقول أنها اغتالت أحد أكبر رجالات حزب الله، أحد رجالات المقاومة، وهو عنصر مقرب من أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وهو المسؤول عن الوحدة الصاروخية، أي عن الطلقات الصاروخية المكثفة التي
التي تطلقها المقاومة يوميا على شمال إسرائيل، على شمال فلسطين المحتلة. لكن حتى هذه اللحظة ما من بيان صادر عن حزب الله، عن الجهات المعنية يؤكد هوية المستهدف، إلا أن عمليات رفع الأنقاض والرمان لا تزال مستمرة. هناك مشاهد كارثية في المبنى المستهدف، نتحدث عن أشلاء من كل حد وصوب، وإحصائية أصدرتها وزارة الطاقة وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، هي 6 شهداء و15 جريحا، والعمل جار للبحث عن مفقودين تحت الركام في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه في الضاحية الجنوبية، نتحدث عن سلسلة من الاعتداءات طالت الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وبالتالي نتحدث عن خرق لكل قواعد الاشتباكات، خرق وتعد لكل الخطوط الحمر التي وضعتها إسرائيل في بداية المعركة، وهي بالفعل لم تلتزم بأي قواعد اشتباك، بأي قواعد معركة، ولا بخطوط حمر في هذه المعركة، لا سيما في هذين اليومين الماضيين في الجنوب اللبناني وفي لبنان عموما. هذا شكل ملخص أبرز التطورات. اسمح لي أيضا أن أشير ختاما إلى عمليات المقاومة الإسلامية. اليوم سجل أكثر من 18 عملية نفذتها المقاومة باتجاه المواقع الإسرائيلية. آخر هذه العمليات منذ قرابة 4 ساعة، حيث بحسب المعلومات تم استهداف بهجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية مقر وحدة المهام البحرية الخاصة في قاعدة عتليت، مستهدفة المقاومة أماكن تموضع ضباط الاحتلال وجنود الاحتلال، وأصابت أهدافها بدقة، وبالتالي بالطبع أوقعت المقاومة قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا نتحدث اليوم عن إدخال صاروخ جديد وهو فادي 3، من بعد ما أفصحت المقاومة وأيضا أدخلت صاروخ فادي 1 وفادي 2 في هذه المعركة. اليوم أدخلت فادي 3 للتعبير عن أن المقاومة باقية رغم كل هذه الغارات العنيفة التي تشنها إسرائيل، والتي تزعم أنها تقصف يوميا المئات من منصات إطلاق الصواريخ. المقاومة تثبت أنه حتى لو تم قصف منصات إطلاق الصواريخ، المقاومة مستمرة في جبهة إسناد غزة وفي الدفاع عن لبنان وعن جنوب لبنان وعن شعب لبنان بإطلاق المئات من الصواريخ. اليوم سجل أكثر من 200 صاروخ أطلقت هذه الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة. هذا بالشكل الملخص آخر التطورات في الجنوب اللبناني وفي الضاحية الجنوبية. واضح، شكرا لك زميلي الصحفي إبراهيم ذاوي، صحفي من جنوب لبنان وصحفي بقناة الجديد. شكرا لك إبراهيم، والمجد والعزة لكل المقاومة، مقاومة الطوق. سيد العميد، بين الأمس واليوم هناك تغير كبير، أو بالأمس كانت موجة هجوم كبيرة وكبيرة جدا من طرف صهاينة، نتكلم على 1000 هدف، 1000 غارة جوية. اليوم خففوا نوعا ما، لأنه بالمقابل ردت المقاومة اللبنانية ورمت على قواعد انطلاق الصواريخ وانطلاق الطائرات. الآن نذكر كنا الهدهد ومعناها الإحداثيات، القواعد الجوية والقواعد البحرية ويعني أماكن الاستطلاع، كلها اليوم أصبحت أهداف للمقاومة يعني اللبنانية. لكن مش نوريك مدى كذب الصهاينة كما اعتادوا على الكذب لمدة 11 شهر ونصف عن أي قدرات يتكلمون. إذا أنتم دمرتم، قلتوا قتلتم القادة الرئيسيين للمقاومة اللبنانية، من يطلق الصواريخ؟ إذا كان قلت رئيس الأركان والمسؤولون على إطلاق الصواريخ، هاي الصواريخ تخرج بطريقة عادية وتوصل أهدافها، وموجات من الطائرات المسيرة التي أصبحت تتخطى القبة الحديدية بكل سهولة. هذا اللي خلاهم نوعا ما يفرملون يعني الهجومات المبرمجة. والآن عندنا رقم مذهل، 2 مليون صهيوني في يعني المخابأ، حتى أن بعض رؤساء البلديات يستغيثون ليس لهم مخابأ بالعدد الكافي. وقلت هم جبناء، هذوما ربما ويتكلم عليها أستاذ قبيلة يعني في الأوف، بعض